ست عناوين ان شاء الله تستمتعوا بمضمونهم. لكن الراجل اللي كان عايز يطلق مراته، يعني البيل اللي رافع القضيه المحترم الشخص الذي يفكر بعمق في المصلحه العامه وجلب الحقوق، هو متصور ان هو لو لغى الدوري ما هينتقص من الاهلي حاجه. اولا في امر واقع ان الاهلي مش خد الدوري، لا ده 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 التاسع الفارق، وكسب الماتشات كلها المتبقيه له بما فيها المنافس على البطوله. اذا ارض الواقع بتفرز بطل لا يمكن سحب اللقب منه. لكن تعال نفترض انك انت هتنجح في سحب اللقب، ماذا سيحدث لفريقك؟ ماذا سيحدث؟ لن يشارك في الكونفدراليه، يخرج من افريقيا من دوري الابطال، لن يشارك في دوري الابطال، يرجع تاني ترتيبه الرابع، ويشارك في، نطلع كلنا احنا بره، كله يطلع بره، هو ما عندوش مانع الظاهر، بس المهم الاهلي ما يتحسبش انه كله يطلع بره، بس الاهلي يطلع.